اوكي يلا ليتس جو، هسه خلي ارجع من الشغل، لان الصراحة والله تعبت كل شيء وباي، اني شغلي كلش صعب، وما حد يقدر يشتغل الشغل اللي اني اشتغله، طبعا اني شغل مالتي انه بكل اختصار شفتون هذول البنايات كلهم اني اصممهم، يعني اني اشتغل بناء عامل بناء يعني، والراتب مالتي صفر، ما اخذ راتب، اوكي ماكو مشكلة، اني بس عندي هاي البيكاكس لان اني اشتغل عامل بناء، اوكي الحمد لله والشكر على كل حال. او شباب دقيقة شنو موجود هنا؟ اوه دايموند، والله العظيم دايموند شباب وبنات، والله ناخذ الدايموند، او حبة اثنين واو ثلاثة اربعة خمسة، والله العظيم فتشي رهيب دايموند، واو راح نصير كلش اغنياء، والله العظيم فتشي رهيب، والله الحمد لله والشكر على كل حال، واو واو دايموند، والله دايموند كلش كثير شباب وبنات، واو واو شوف الحبات هذول كلين الي مو؟ والله ما جاي اعرف شباب اذا من صدق هذول الدايموندات الي او لا، برايكم ناخذ هذول الدايموند؟ قبل لا ناخذهن خلي اشوفكم الدايموند، واو والله العظيم دايموند رهيب، يلا مستعدين حتى ناخذ اول حبه دايموند، يلا هاي الاولى، والله شباب الصراحة أنا كلش متحمس، واو واو والله تتوقعون كم راح نحصل من حبة دايموند؟ والله ما أدري يعني، أوه 20 حبة دايموند، الله 20 حبة دايموند، أوكي الحمد لله والشكر على كل حال، طيب شنو راح أسوي بين هذول ال 20 حبة دايموند؟ راح أسوي لي بين شغلات رهيبة، أوكي يلا يلا هسه خلي أرد، هاي شنو؟ منو حاطط البيت مال بيتي مفتوح؟ الباب مال بيتي؟ والله ما ادري شنو السالفه، اوكي خشب، هاي ما عندنا خشب، بس شلون ورطاي؟ شو اسوي يعني؟ يبي لي خشب، والله العظيم يبي لي خشب، اوكي خلي اروح اخذ لي خشب هنا، يا ربي بس شلون ورطاي؟ والله العظيم احتاج لي خشب، هنا ماكو شيء، هنا ماكو شيء، فاضي كلن فاضيه، طيب شنو عندنا هنا؟ شنو موجود بالتلفزيون؟ سوبرمان شباب، دقيقه ثواني، اوه هذا شنو يعني شباب وبنات؟ يعني سوبرمان كلش قريب من يمنا، شنو هاي؟ واو دقيقة خلي اشوف شنو السالفة، والله ما ادري، دقيقة خلي اتصل، 5 4 3 2 1، الو؟ اي السلام عليكم، من وياي؟ انا هسه الصراحة شفت بالتلفزيون لقيت سوبرمان، اي اقدر اوديك لسوبرمان، شنو؟ تقدر توديني سوبرمان؟ شلون يعني؟ يا اخي تعال انا قدام بيتك، تعال قدام بيتك وتروح تلاقيني، تمام؟ شنو؟ قدام بيتي؟ اوه شباب، هاي شنو؟ هاي سلام عليكم عمو، انت اللي كنت تحكي وياه بالتليفون؟ اي انا نفس، انا من نفس، تريد سوبرمان مو؟ اوه هاي شنو عندك؟ اكو هنا سوبرمان، درج اللي راح يودينا لسوبرمان، وهذا الدرج اللي راح يودينا لباتمان. ما اريد باتمان، احنا نريد سوبرمان، هاي عمو ارجوك وديني له سوبرمان ارجوك. اي عادي اقدر اوديك لسوبرمان، بس قبل كل شيء اكو شغلات لازم تسويهن. شنو هاي الشغلات؟ بس قل لي عليها شنو هاي الشغلات، وان شاء الله اذا قدرت اسويهن، تمام؟ خلاص راح اقول لك انا هسه الشغلات شنو، تمام؟ بس قبل لا اقول لك هاي الشغلات شنو، لازم تقول فد شيء، اوكي؟ شنو هذا الشيء اللي لازم اني اقوله؟ اريدك تقول باتمان احسن من سوبرمان. لا سوبرمان احسن من باتمان. لا لازم تقول باتمان احسن من سوبرمان. حتى اني اقدر اوديك الدرج مال سوبرمان، اوكي؟ باتمان احسن من سوبرمان، تمام؟ لا مو باتمان احسن من سوبرمان، سوبرمان احسن من باتمان، شباب وبنات اذا تقولون انه سوبرمان هذا الاحمر افضل واحسن من هذا الاسود اللي هو باتمان، اريدكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات حتى تثبتون انه سوبرمان افضل من باتمان. لا شباب وبنات اذا تقولون انه باتمان احسن من سوبرمان لايك واشتراك تفعيل جرس الاشعارات، تمام؟ حتى تثبتون انه باتمان افضل واحسن. لا ما راح يسوون كذا، والله ما راح يسوون كذا. خلاص راح نشوف منو راح يفوت، اوكي؟ طيب انا هسه اريد اروح لسوبرمان، اريد اقابله، ليش تكذب عليك؟ طيب حتى انت تقابل سوبرمان اكو شغله لازم انت تسويها، تمام؟ شنو هاي الشغله اللي لازم اسويها اني؟ اوه صارت الدنيا ليل، ما اقدر اقول لك شنو هاي الشغله، لازم ترجع لي باكر. ايه
اوكي ماكو مشكله راح ارجع عليك باكر ان شاء الله. اوكي الحمد لله والشكر. سوبرمان شباب والله كلش احبهاني، والله كلش احبك سوبرمان. واو شوف شكل مالته رهيب رهيب رهيب. اوكي ماكو مشكله خلي اسد الباب الخلفي. اوكي الباب اللي من قدام كله مسدود. اوكي يلا نروح ننام هنا احسن لنا. يلا تصبحون على خير. ايه واخيرا صار الصبح والله الحمد لله والشكر عليك الحال. سوبرمان يلا يلا ليتس جو ليتس جو. من هسه صار الدنيا صبح. يلا 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 خلي نروح لسوبرمان بالدرجال. اي سلام عليكم عمو. اهلا وسهلا انا حميد اسمي. عمو حميد يلا يلا سرعا قل لي شنو لازم اسوي حتى توديني الى الدرج مال سوبرمان واروح اقابله. ايه اكيد طبعا. الشغله الاولى بكل اختصار شفت كل الدايمد هذا اللي عندك اريدك انت شنو تسوي بيه؟ تسوي بيه شغلات رهيبة تمام؟ شنو هاي الشغلات اللي لازم اسوي بيها؟ شنو بس قل لي؟ طيب هسه أول مرة اللي أريدك إنه أنت تسويه إنه أنت لازم تسوي آلة مال تطوير تمام؟ شنو؟ آلة تطوير؟ طيب خلاص آلة مال تطوير ترى كلش سهلة تقدر تسويها ترى ما يحتاج لها هواي عذاب هواي عناء. طيب خلاص راح أسوي آلة تطوير بس عادي اجيب لك اياها جاهزه؟ لا اريدك انت تجيب المكونات وتسويها يمي آلة مال التطوير تمام؟ خلاص راح اسوي اللي انت قلت لي عليه. طيب شباب وبنات آلة مال التطوير يبي لها هواي شغل وهواي اجتهاد. طبعا اول شغله حتى احنا نقدر نحصل لنا الآلة مال التطوير لازم اول شيء لازم يكون عندنا استكات. اوكي هسه اقول لكم شنو فائده استكات يا شباب وبنات. احتاج لي بس حبتين خشب وهسه اقول لكم هسه شنو راح اسوي بالخشب هاني. اوكي راح افلش لي بس هذول الحبتين مال الخشب دقيقه. اوكي بعد ما فلشناهن تمام هسه خلي ارجع لبيتي وهسه اقول لكم شنو فائده هذول الخشبتين. اوكي هذول الخشبتين راح اسوي لي بين اول مره بكاكس، يعني الصراحه اللي بينا بكاكس مال دايموند. حتى شنو يا شباب وبنات حتى احنا نفلشنا شنو نفلشنا الاوبسيديان، يعني تعرفون انتم الاله مال التطوير او الاله ذيك مال التطوير الصغيرونه يبي له هواي شغلات. طيب هنا اذا تلاحظون عندنا لافا. اوكي حلو عندنا لافا. طيب يبينا مكتبه شباب نفلشها. دقيقه خلي ندور ما موجوده مكتبه من هناك والله ما ادري اذا ما اوكي اكو لافا هنا بكل مكان موجوده اللافا. خلاص يعني ماكو مشكله ما عندنا مشكله اللافا. طيب اني اريد مكتبه كتب او مكتبه شيء من ثنيان. اوكي نشوف هنا كتب او مكتبه. اي لقينا كتب حلو لقينا كتب خلينا ناخذهم. اوكي اعتقد كلش كافي 13 كتاب هواي كلش هواي. اوكي حبه خشب موجوده او آلة التطوير لو نبينا احنا نصممها بنفسنا ما نقدر احنا نجيب لها اياها جاهزه. اوكي لازم احنا نشتغل عليها. طيب هسه يبينا حبه ايرون اقصد اي تذكرت يبينا شباب ايرونات. والله ايرونات شباب والله العظيم اوكي خشبايه هنا موجوده يحتاج لنا ايرونات حتى نسوي لنا اوبسيديان حتى نفلش لنا الاوبسيديان. وتعرفون انتم آلة التطوير تنصنع بس بالاوبسيديان. بس الاوبسيديان شلون راح اجيبه ما جاي اعرف. هذا اوبسيديان اي موجود الاوبسيديان حلو اعتقد يحتاج لنا 3 أو 4 حبات اوبسيديان والله ما ادري. اوكي ماكو مشكله خلي اروح لهنا هلا بالاوبسيديان الزين والله رهيب. احي عن خيرك زين ما منحرقنا. اوكي نفلش لنا هاي الاوبسيديانايا اول مره. واو والله العظيم كلش متحمس اني حتى اسوي لي الاله مال التطوير ان شاء الله. اوكي يحتاج لنا دايموند وكتب اعتقد اوبسيديان يعني شغلات بسيطه عاديه يعني كل الناس تقدر تسوي الاله مال التطوير. بس اني نسيت كم احتاج لي من حبه اوبسيديان 2 أو 4 الصراحه ما جاي اعرف. اني ما راح اخاطر وراح اجيب لي 5 حبات. اوكي حتى شنو حتى بعد ما ابقى ارجع وامشي وارجع خلي اجمع لي هالشي فت 5 حبات هذا وبعد ارتاح نهائيا حتى بعد ما ارجع. اوكي طيب هسه كم حصلنا من حبه 3 حبات حلو بعد بس اثنين ونكمل نفلش الاوبسيديان هذا كله بعد خلاص مريت اوبسيديان نهائيا. اوكي نكمل نجيب. اوكي قربنا ما باقي شيء خلي نفلش هاي اخر حبه اوبسيديانايه وهسه نروح على طول نشتغل ونصمم او نسوي الاله مال التطوير. اوكي خلصنا 5 حبات اوبسيديانات. اوكي طيب هسه شنو لازم نروح المكان مال هذا احميت ونسوي قدامه يعني كل شيء قدامه لازم يكون. اوكي اكو كرافتنج لايت بلايا ناخذها. اوكي حلو يلا خلاص راح نسوي الاله مال التطوير ان شاء الله راح نخلصها. اوكي ماكو مشكله خلي نروح لهنا. اي سلام عليكم حميه يلا سويت لي آلة التطوير. اي سويت لك اياها يلا تفضل هاي الكرافتنج تيبل. حلو هسه شنو نسوي؟ اوبسيديان كذا اعتقد شباب اذا ما خاب ظني والكتب
ما 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 ادري ما ادري شباب. عرفت عرفت شلون توصل. اوكي 1 2 3 4 و1 2 هناني وثلاث كتب فوق. هاي اي هسه صارت 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 عمو يلا تفضل. هاي اهلا مال تطوير. عاش عاش خالي عاشت ايدك كفو عليك والله انت قده وقدود وقدرت تسوي الاله مال التطوير عاشت ايدك. اي شكرا. بس عمو انت ليش جاي تبوع ليش تبوع لي ورا؟ والله الصراحة هذا البيت ما عجبني يعني. شنو ما عاجبك يا بيت هذه؟ اي هذا البيت الصراحة بي دايموند مخرب المكان. اوكي خلاص شنو تريدني اسوي؟ روح فلش على الدايموند. اوكي خلاص راح اروح افلش الدايموند عادي ماكو مشكلة ما عندي شيء والله العظيم راح اطول لي كل شوي يلا اقدر افلش لي هذا الدايموند بس عوافي ماكو مشكلة على مود هذا عمو يودينا المكان مال شنو يودينا المكان مال شنو اسمه ذاك سوبرمان. الدرج مال سوبرمان حتى نقابل سوبرمان يعني تخيلوا اذا نقابل سوبرمان شنو راح يصير والله العظيم راح تصير فد شغلات رهيبه يا شباب ويا بنات. اوكي ماكو مشكله هاي خليني افلش هسه اول مره. اوكي هاي نفلشها ونرجعها بهذا الشكل نشوف بعد اكو دايموند هيك مطشر شيء والله ما ادري هذا الدايموند افلشه او لا والله ما ادري الصراحه بس خلينا حاكي هذا الدايموند افلش هذا اللي بالدرج او لا. اي عمو حميت ها شنو تريد شنو تريد عمو هذا الدرج افلش او لا؟ ايه طيره كامل طيره. ايه اكيد. اوكي خلاص راح اسوي اللي انت قلت لي عليه. اوكي هذا حميد يقول لنا عمو حميد يقول لنا هذا الدايموند كله لازم نطيره. اوكي ماكو مشكله هذا كله الدايموند جيبه ان شاء الله راح نجيبه كله. اوكي خلاص راح نجيبه كله هذا الدايموند. اوكي تمام كله جيبه 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 كله لازم نصفي ما نبقي ولا شيء ما نبقي ولا شيء هذا كله لازم كله نجيبه حتى شنو حتى حميد بعد ما يزعل علينا ويكون كلش كلش مرتاح وحتى يودينا المكان مال سوبرمان او الدرج مال سوبرمان. بعد خلينا نعدل شوي البيت. اوكي حلو بعد هنا عندنا خشبايه خلينا نجيبها بعد ماكو شغلات تضوج هذا الورع يضوج موت شو ما يموت شو ما يموت هذا يموت عجب والله ما ادري شنو سالفته. اوكي ماكو مشكله هسه وي خلي ارجع. هاي حميد يلا يلا خلاص سويت لك سويت اللي قلت لي عليه. كفو بس وين الدايموند؟ يا دايموند اللي فلشته يابا ما ادري كيف سرقته. لا انا ما سرقت. يلا تفضل تفضل هذا الدايموند كله تفضل تفضل. شنو يابا تحط لي انا روح سوي صندوق يلا روح سوي صندوق. اوكي خلاص راح اسوي صندوق يا ربي هسه شلون ورطه هاي يبي لي هسه خشبايات من وين راح اجيب لك خشبايات انا هسه موجوده هاي شجره حلو 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 راح افلش لي هسه شوي خشبايات من هنا ان شاء الله حتى شنو حتى اسوي لي ان شاء الله صندوق حتى اخلص من هذا العذاب مال حميد. اوكي ماكو مشكله هسه خلينا صدر نرجع هاي وين ما كانت. اوكي حتى ما نخرب المكان. طيب هسه نرجع لهنا واسوي صندوق. اوكي نحلل هذول الخشبايات نسوي لنا هواي صناديق بهذا الشكل. هذول صندوقين بعد شنو تريد حميد؟ الصندوق الاول الصندوق الثاني وهذول كل البلوكات الدايموند مالتك. لا يابا حللن اول مره حللن. اوكي خلاص راح احلن بس هذول الدايموند مالتي ما اريدك تخمطينه. اوكي خلاص هذول الدايموند مالتي خلي احطه هنا الدايموند مالتي على صفحه. اوكي احلل لي هذول. اوه حميد عندك اربع ستاكات دايموند والله الظاهر انت كلش كلش غني. واو ايه انا كلش غني لا بالك انت حميد. انا شوف انا عندي بس 12 حبة دايموند وانت عندك تقريبا بالاربع ستاكات ارجوك تنطيني دايموند او لا. لا شو 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 انت دايموند يابا عندي العيرة. طيب خلاص ما اريد دايموند اللي عندك. طيب انا هسه اللي اريده من عندك انه انت توديني لهذا الدرج مال سوبرمان تمام؟ خلاص حتى اوديك الى الدرج مال سوبرمان اكو بعد شغلتين لازم انت تسويهن تمام؟ خلاص بس قل لي شنو هذول الشغلتين؟ طيب اريدك انت تروح تسوي لي دروع مال ايميرالد تمام؟ دروع مال ايميرالد؟ شلون راح اسويهن هذولا؟ ما ادري، روح سوي، ما ادري كيفك بعد الشغلة. يعني اني هسه حتى احصل لي دايموند يبي لي اروح اسرق، اني مو سارق، والله مو سارق اني. خلاص، إذا ما تبي تجيب لي هسه دروع الايميرالد، والله العظيم ما راح اوديك الدرج مال سوبرمان، وراح تبقى هنا طول حياتك تمام؟ خلاص خلاص راح اسوي اللي انت قلت لي عليه شباب وبنات، هسه شلون ورطها؟ يعني احنا لازم نخمط هسه. يا ليال والله العظيم حرامات شباب والله الصراحة ما أحب السرقة أني تعرفون أني عامل مال بناء وعلى قد حالي وما أريد أسرق بس شو أسوي؟ أوكي ماكو مشكلة هسه خليني أجيب لي كل هذا الدايموند اللي موجود هنا والله العظيم شباب لازم أخلص هاي المهمة شباب لازم أخلصها حتى بعد نخلص من هذا العذاب والله تعبت تعبت الصراحة أريد أحصل لي
حصل لي اريد اقابل سوبرمان، ما جاي اقدر والله العظيم، جاي اتعب بشكل مو طبيعي. اوكي كله مو مشكله، كله من اجل سوبرمان، كل شيء يسوى والله العظيم كل شيء يسوى. خلي مو مشكله، احنا هسه نكمل انفليشن هذول كل الايميرالد او كل الكميه مال الايميرالد، وراح نسوينا هسه على السريع دروع. اوه بس اذا تلاحظون هسه صارت الدنيا ليل، والله العظيم مشكله ورطه والله ورطه. اوكي اعتقد كلش كافي هاي الكميه مال الايميرالد اللي جمعناها، والله ما ادري شنو لازم اسوي شباب. على الاقل والله حرامات هاي تبقى كذي، حرامات عارفين، على الاقل خلي والله ما ادري شلون مرتها هاي خربت هذا البيت كله مال الايميرالد، والله ما اعرف شنو لازم اسوي يعني. اوكي خلي ارجعها ترجع كله على الاقل، شوي اوبسيدين على ما ادري شنو، والله حرامات شباب حرفين حرامات يا الله. اوكي مو مشكله، المشكله عادي عادي اصلا عادي، على مود احنا نحصل لنا شنو الدرج مال سوبرمان، ونقابل سوبرمان ونحكي وياه ونصير مثله، فلازم احنا نسوي كل هاي التضحيات. ماكو مشكله، اني هسه خليني اروح انام النانه احسن لي. يلا تصبحون على خير. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، والله سوبرمان كله على مودك، والله العظيم كله على مودك، جاي اتعب. اوكي ماكو مشكله، هسه خلينا نرجع لهذا حميد. اي صباح الخير حميد. ايه صباح الخير، شلونك شلون الصحه؟ يلا جبت لي الدرع مال الايميرالد. ايه جبت لك اياهن، يلا يلا هسه راح اسوي لك اياهن. اوكي اول مره خوذه، اوكي هاي الخوذه مثل ما دا تشوف، يلا تفضل تفضل هاي الخوذه. خوذه مال الايميرالد، والله عاشت ايده. اوكي عاشت ايدي، ماكو مشكله. بعد شنو؟ بنطلون ايميرالد، يلا تفضل هذا البنطلون الايميرالد. بنطلون ايميرالد عاشت ايده. ايه عاشت ايدي، اعرف اعرف هذا بنطلون مال الايميرالد، هسه اجيب له بوت. يلا تفضل. اوكي يلا تفضل هذا بوت. بوت ايميرالد عاشت ايدك حبيبي، والله مو مشكور. اوكي وهاي تشست بليد اسوي له اخر مره تشست بليد، يلا تفضل خالي. تشست بليد ايميرالد، واو كفو عليك يابا. خلاص ماكو مشكله، اقدر البسن واجربن علي؟ اي عادي تقدر تجربن عليك، بس جربني. اوكي دقيقه، أو شوفوا شكلي شلون صار شباب وبنات، والله العظيم شكل ما يخبل والله فتشي. اوكي ماكو مشكله. طيب هسه وين تريدني احط لك اياه يا عمو؟ اكيد بالصندوق، كلنا بالصندوق يابي. اوكي ماكو مشكله، والله الصراحه شكلي بالدروع مال الايميرالد كلش كلش رهيبات، بس هسه راح نتخلى عليهن وراح نحطين بالصندوق. اوكي ماكو مشكله. لا فلوسي فلوسي دايموند مالتي وين؟ هاي يا حمايد ارجع لي فلوسي. لا لا ماكو خلاص، بعد راح عليك فلوسك. ايه طيب خلاص مو مشكلة، عافية بالعافية عليك. طيب انا هسه شلون اقدر اروح على هذا سوبرمان الدرج؟ طيب لازم هسه اول مرة انت تسوي لك برج بليد، اوكي؟ خلاص راح اسوي لك برج بليد بس من خشب، راح اجيب لك خشب. لا لا ما اريده من خشب يابا، اريده من ذهب، من ذهب برج بليد من ذهب، اوكي؟ خلاص راح اسوي لك برج بليد من ذهب، اوكي هنا انا اكو قلعة مال ذهب. ما ادري شنو، خليني نفلشها. اوكي شلون يصنع؟ اي 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 شلون يصنع البرج بليد؟ اعتقد بحبتين بحبتين، اي اي بحبتين ذهب. اوكي تمام هذا البرج بليد صاير ان شاء الله. اوكي هسه نجيبه ونحطه هنا. لا يا اخي شنو السالفه؟ مو كذي، لازم تحطه بمكان استراتيجي. اي شنو هذا المكان الاستراتيجي؟ اوكي خلي اجيبه. طيب هسه روح افتح الصندوق راح تلاقي كل هذا الدايموند، اريدك تسوي 5 بلوكات دايموند تمام؟ شباب شنو السالفه؟ ايش جاي يحكي هذا؟ خمسة بلوكات دايموند؟ والله ما ادري. اوكي ماكو مشكله، هذول 5 بلوكات دايموند. دقيقه هذول 5 بلوكات دايموند، طيب شنو اسوي بيهن؟ طيب هسه اسوي بالارضيه علامه اكس تمام؟ خلاص علامه اكس اسويها تمام. اوكي بهذا الشكل. لا يابا لازم تحفر، لازم تحفر اول مره. شنو السالفه؟ ايش بيك نوب؟ ايش بيك غبي؟ ايش بيك؟ ايش بيك غبي يابا؟ اوكي احفر بالارض. اوكي ماكو مشكله، هذول خليني اجيبهم هسه اول مره كلهم. لازم نحفر علامة اكس بالارض، اوكي ماكو مشكلة، هاي وحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة وهاي اربعة وهاي خمسة، اوكي هسه سوينا علامة مال اكس، اوكي وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، طيب هسه شو اسوي انا هسه؟ حط البرج بليد بالنص هسه تمام؟ خلاص راح احط البرج بليد بالنص، طيب هسه اضغط على البرج بليد؟ ايه بس قبل تضغط على البرج بليد لازم تسوي بعد كم شغلة. شنو هاي الشغلة اللي لازم اسويها؟ افتح هذا التلفزيون حتى يشتغل عندك هذا البرج بليد تمام؟ يا تلفزيون هذا؟ اي اي هذا بس وخر وخر شوي الاله مال التطوير تمام؟ اوكي ماكو مشكله، خلي افلش لي هاي الاله مال التطوير واحطها هنا. اوكي افتح التلفزيون. اوه الله عليكم شباب وبنات، اذا تريدون هذا البرش بلاي يشتغل حدنا ويودينا الى الدرج مال سوبرمان، اريدكم هسه شباب وبنات كلكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك هذا وزر الاصبع.
وزر الأحمر اللي هو زر الاشتراك، وزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الإشعارات. يعني ثلاث شغلات كلش كلش بسيطة، وكلكم تقدرون تسوون هذول الشغلات الثلاثة. يلا هسه تقدر تضغط على الفيرتشوالايت، بس لا تنسى تحسم الواحد للثلاثة. ايه اوكي ماكو مشكله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شباب جاهزين حتى نروح العالم مال سوبرمان، اقصد الدرج مال سوبرمان، ونكتشفه شنو موجود داخله. يلا 3 2 1 ليتس جو. واو واخيرا وصلت لهذا المكان شباب وبنات، بس لا تقولوا لي هذا الدرج مال سوبرمان. اي جاي نصحت له، اكو صندوق داخله والله اذا فتحه. هاي شنو هاي؟ ستاك 2 3 4 5 6 7 8 9. او ماي جاد شباب وبنات، 9 ستاكات بلوكات دايموند، وعندنا هذول البلوكات. اعتقد سوبرمان هو فوق. اي لازم نصعد لسوبرمان. يلا ليتس جو هسه راح اصعد لسوبرمان، والله العظيم فتي رهيب. اوكي لا 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 شباب، اوكي والله العظيم راح اصعد لسوبرمان، والله العظيم راح اروح له. ايوه كلش فوق، والله كلش فرحان اني. يلا ليتس جو لسوبرمان. اوكي ماكو مشكله، سريع خلينا نصعد. واو 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 والله رهيب. قبل نهايه هذا الفيديو يا شباب، اريد من عندكم هسه تنزلون تحت بالوصف راح تلاقون رابط اريدكم تضغطون عليه، راح تلاقون بيه موقع بوابه العاب العرب، ان شاء الله راح يفوزكم بجوائز وهدايا كلش رهيبه. طبعا هاي الجوائز اسبوعيه، يعني بكل اسبوع راح تفوز بشي، يعني فت اسبوع تفوز بتليفون او جوال، وباسبوع تفوز ببلاي ستيشن، وباسبوع تفوز بكارتات جوجل بلاي حتى تشترون ماينكرافت، يعني شغلات رهيبه. فكل اللي اريده من عندكم هسه تضغطون على الرابط اللي موجود تحت بالوصف، وهذا هو، ان شاء الله راح تفوزون بهدايا كلش قيمه. وبس لا اطول عليكم اكثر من كذا، مع السلامه.